كما أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في كلمته أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح تمثل كارثة جديدة، معتبرا أنه ليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول في الأمم المتحدة. وشدد الرئيس البرازيلي على أن بلاده سوف تستمر في الدفاع من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة. إن الأعمال الأرضية التي تقوم بها إسرائيل في رفح فتمثل أيضا كارثة جديدة، وهي تعكس، وبالتالي فمن الملح أن نقف، وهذه العمليات سوف لن يكون هناك السلم إذ لم يتم تحقيق دولة فلسطينية تعيش بحدودها، وأن نحقق السلم أيضا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي فالقرار خلق أو إنشاء الدولة الفلسطينية فتم اتخاذه منذ 75 سنة من الأمم المتحدة. ليس هناك مبرر لكي نمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة، وإن إعادة المشاورات، مشاورات السلم، فهي قضية عالمية.